إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعتبروا يا أولي الأبصار وتفكروا يا أهل الألباب، فقد دار عليكم الزمان وأقبل عليكم مرة أخرى شهر رمضان، فهل كنتم بين الشهرين على العهد؟ وهل ازددتم إلى ربكم قربا وعن الذنوب بعدا؟ هي أيام معدودة، وينزل عليكم هذا الضيف الكريم الذي صومه ركن من أركان الدين، فهل استعددتم رحمكم الله لاستقباله، وعملتم ما تستطيعون لإكرامه؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. موسم عظيم، من حرم فيه الخير فهو المحروم، ومن لم يوفق فيه فهو المخذول، ومن فرط فيه فهو المسكين، ومن ضيع أوقاته فهو الخاسر المهزوم. فإياكم يا عباد الله من ضياع الأعمار وفوات شهر رمضان. أروا ربكم من أنفسكم خيرا وأبشروا، فإن الله كريم، لم يقصده عبد من عباده فرده، ولم يلتجئ إليه أحد فطرده. ومن عظيم كرمه سبحانه هذا الشهر الذي تغفر فيه الذنوب والخطايا، وتكفر فيه الزلات والبلايا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. شهرٌ تُعتق فيه الرقاب، وتُفتَّح فيه الأبواب، وتُربَّط الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فُتِّحَت أبواب الجنة، وغُلِّقَت أبواب النار، وصُفِّدَت الشياطين. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها المسلمون، الصوم جُنَّةٌ وجنَّة، وهو عبادةٌ من أفضل العبادات، فما أطيب الصائم عند الله وهنيئًا له. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدَّةٌ من أيامٍ أُخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتُكملوا العدَّة ولتُكبِّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، فاتقوا ربكم أيها المسلمون، وأحسنوا رحمكم الله في استقبال شهركم بالتوبة من الذنوب ورد المظالم إلى أهلها، وتزودوا من الصالحات، واحرصوا على حفظ صومكم، وأنفقوا وتصدقوا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وقوموا مع الإمام في صلاة التراويح حتى ينتهي. فقد أخرج أهل السنن في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فتعوذوا بالله من الكسل، وأحسنوا العمل، واستعينوا بالله، واستمدوا منه العون، وأكثروا من قول: اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر جنودنا، وأمن حدودنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وشد عضده بولي عهده. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.